اللي قدم التهنئة برضو للاتحاد المصري بعد تأهل 5 لاعبين من مصر لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024. كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة، احنا دلوقتي عمالين يوم بعد يوم بنتابع كل الرياضات المختلفة وبنتابع أبطالنا. دلوقتي احنا متأهل من عندنا كام يا جماعة الرياضة الفلانية؟ طب ايه مطالبهم؟ في اي مشاكل عايزين يروحوا، او احنا عايزين أبطالنا دول يروحوا الأولمبيات والبارالمبيات؟ عندهم كل شيء متاح، عندهم كل الإمكانيات اللي هم عايزينها، عشان بإذن الله بعد كده نقدر نقول إن احنا رصيد مصر من الميداليات مختلف أفضل بكتير. خليني أقول لحضراتكم برضو أسماء أبطالنا: تأهل للأولمبياد سيف عيسى وأحمد وائل وآية شحاتة، وتأهل للبارالمبياد الثاني سلمى علي وعبد الرحمن عبد الرازق فرج. مبروك عليهم ومبروك علينا أكيد في الأول وفي الآخر. خلينا نروح لمزيد بقى من التفاصيل. معنا على التليفون المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو. يا سيادة المستشار صباح الخير على حضرتك طبعا في البداية. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا بحضرتك. الحمد لله كله تمام، والحمد لله إن احنا عمالين نسمع أخبار حلوة. ومبروك طبعا ليه تأهل هنا بنتكلم 5 لاعبين، يعني كلمنا أكتر سيادة المستشار عن مشوار هنا تأهل لعيبة التايكوندو وكواليس كمان البطولات اللي تأهلوا منها، اتفضل يا فندم. الحمد لله، الأول أنا بشكر حضرتك وأسرة البرنامج على حرصكم دايما ومتابعتكم لإنجازات اتحاد التايكوندو الحمد لله، وتحياتي للصديق الغائب الحاضر أستاذ كريم. وإحنا الحمد لله يعني ماشيين بخطوة ثابتة موفقة من ربنا سبحانه وتعالى، ودايما يعني كانت بدايتنا حتى في اتحاد التايكوندو اعلاميا مع قناة النادي الاهلي، كان اول لقاء لينا اعتقد كان بعد انتخاباتنا بحوالي شهر، ويعني احنا مكملين ان شاء الله يعني مشوارنا علشان نرفع علم بلدنا باذن الله تعالى في الاولمبياد. احنا كنا طبعا في الفترة اللي فاتت كنا بنستعد بقوة بطولة التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد، دي كانت في السنغال. طبعا بطولة صعبة، احنا قبلها كنا في بطولة إفريقيا وكنا برضو تشرفنا بمداخلة مع حضراتكم في البرنامج واتكلمنا عن الحمد لله إنجازنا في بطولة إفريقيا، ولكن دي كانت بطولة أصعب منها بكثير، لأن حتى الأولاد كان عليهم ضغط نفسي وعبء برضو ذهني كبير، لأن دي بطولة خارقة في حياة أي لاعب في مشوار التاريخ والرياضي كله، لحظات بينزل فيها الملعب هو اللي بيقرر بنفسه هل هو مكمل، هل هيحط لنفسه يعني اسم في سطور المجد الأولمبي ولا لأ. دخوله القارة الأولمبية في حد ذاته ده تاريخ ومجد ليه هو شخصيا ومجد لبلده، رفع اسم بلده في الأولمبياد. فالحمد لله يعني احنا هيئنا كل السبل للاولاد وللبنات اللي معانا، وامانه للحديث يعني وزاره الشباب والرياضه برئاسه الدكتور اشرف صبحي من قبل السفر ومن بدايه مشوارنا واثناء السفر واثناء تواجدنا هناك لوجود بعض الاحداث السياسيه، سيادته ما سابناش وكان على اتصال دايما مع الخارجيه، وكان على اتصال مع السيد السفير مصر في السنغال السيد خالد عارف. احنا رحنا ببعثة كان معايا فيها تشرفت يعني ان كان معايا فيها المهندس محمد عجيزة عضو مجلس الاداره المشرف على المنتخب الاول، والمحاسب حازم قنديل عضو مجلس الاداره المشرف. يعني هناك اداء اللعيبه كان من وجهه نظر حضرتك ليه انعكاسات طيبه ان احنا ماشيين كده بخطى قويه وثابته ان شاء الله للاولمبيات، ان احنا يبقى نسب الفوز او خلينا نقول الميداليات في هذه الرياضه تحديدا اكبر من النسخه الماضيه في طوكيو يا فندم؟ والله الـ يعني احنا حضرتك برضو عارفه وفي المجال الرياضي وعارفه ان دايما اليوم بيبقى يوم يا اما توفيق او عدم توفيق اللاعب، ولكن امانه يعني المستوى الطيب جدا اللي احنا شاهدناه من الاولاد وتمسكهم بالفوز وحرصهم ان هم عاوزين يتاهلوا للاولمبياد ويرفعوا علم بلدهم، ده يعني امر مبشر جدا جدا لينا، ان هو يشجعنا ان احنا نعمل معاهم كمان اكتر مما كنا بنعمل الفتره اللي فاتت من معسكرات واعداد وبطولات. احنا مكملين معاهم بطولات لحد شهر 5، ودي برضه حابب اوضحها لحضرتك لان دي جزئيه مهمه جدا، لان هم حاليا تاهلوا للاولمبياد، انما القرعه بتاعتهم في الاولمبياد والبوله كل واحد فيهم بحسب النقاط اللي هيفضل يحصلها في البطولات الرسميه لحد شهر 5 اللي جاي هي اللي هتحدد مكانه فين في البوله ومكانه فين في القرعه وهيقابل مين
رقم واحد هيقابل مين، رقم اثنين هيقابل مين، رقم ثلاثة هيقابل مين، وهكذا. اوكي. فاحنا طبعا بعد ما رجعنا من السنغال احنا عاملين برنامج للمنتخب الاولمبي والبارالمبي، مشاركاتهم ومعسكرات لحد شهر 5 لتحصيل النقاط، علشان برضو يبقى مكانهم وموقعهم في البولة يبقى موقع مرتاح كويس، يقدروا يلعبوا لاعبين اقل منهم في التصنيف. وده طبعا جزء من التخطيط العلمي والتكتيكي اللي الاتحاد دايما، والبدني والفني اللي الاتحاد دايما بيبقى حريص عليه، لان كل ما بنشتغل بطريقه متكامله كل الحمد لله ما بيبقى فيه لينا فرص اقرب لتحقيق ميداليه. طيب سياده المستشار، خليني مش هطول على حضرتك، بس خلينا برضو عشان الناس يوصل لها الصوره كامله، احنا مع البطولات دي هل هيبقى في قبل برضو باريس باذن الله 2024 مثلا معسكرات مغلقه خلينا نقول، ولا هيكون في مثلا سيستم معين، بروجرام معين هيمشي عليه اللعيبه من جهاز فني متكامل طبعا كاخصائي نفسي واخصائي تغذيه و و و الى اخره، يعني كل ده خلينا برضو حضرتك تطلعنا عليه بس سريعا يا فندم، اتفضل. احنا راجعين يوم الثلاثاء اللي فات، عندنا باذن الله الاسبوع الجاي معسكر كبير في جده في السعوديه، بيضم العديد من المنتخبات ومديرين فنيين على اعلى مستوى للمنتخبات اللي هتبقى موجوده. بعدها عندنا دوره الالعاب الافريقيه في اكرا في غانا، تايكوندو هيشارك فيها بمنتخب الكروجيلو والمنتخب الاولمبي وبمنتخب البومزه. وبعدها باذن الله عندنا بطوله مصر الدوليه في نسختها الثامنه. برضه في لنا تخطيط للمشاركه في بعض البطولات الرسميه المعتمده في الكالندر بتاع الاتحاد الدولي، اللي هي سواء جي 2 اللي بتدي برضه 20 نقطه وهكذا. زي ما انا وضحت لحضرتك ان احنا مخططين لمشاركات رسميه ومعسكرات حتى شهر 5 علشان نقدر نحصل للولاد دول اكبر نقط تخدمهم في البوله بتاعتهم والقرعه. بعد طبعا شهر 5 الطبيعي ان ما بيبقاش في اي لعب ليهم علشان تجنبا للاصابات، علشان برضو الخصم والفرق الثانيه بتبتدي بقى ان هي تقرا الخصوم ويقرا ويدرس طريقه لعبه و لكن فاغلب الفرق طبعا على مستوى العالم بتبتدي بقى ان هي بتخش معسكرات مغلقه سواء داخليا او دولية. بالنسبة لمصر هيبقى في معسكر مغلق ولا لا؟ احنا حاليا في معسكر مغلق بعد ما رجعوا، وطالعين هم زي ما قلت لحضرتك معسكر دولي في كويس، يعني احنا حاليا في معسكر مغلق وبعد كده رايحين على جدة. تمام بالظبط كده. طبعا المعسكر اسمحي لي بس ان انا يعني اذكر برضو اسماء الابطال يعني اللي شرفونا بالتأهل، بيضم طبعا احمد وائل وكابتن سيف عيسى بطلنا الاولمبي وبطل العالم، وآية شحاته، آية محمد شحاته، وطبعا المعسكر تحت اشراف المدير الفني مستر بيجان علي، والكابتن محمد مجدي مدرب، والكابتن اسامه سيد مدرب. احنا كده بنكرر التحيه ليهم، لان انا وجهت لهم طبعا كلهم التحيه، وبنكرر مره ثانيه طبعا التحيه ليهم يستحقوا عن جداره. منتخب البارا برضو سلمى علي وعبد الرحمن فرج، وطبعا المدرب الكابتن اسماعيل مهران، هم كلهم حاليا معسكرين وربنا يوفقهم ويكرمهم ان شاء الله يا رب، كل الدعم وكل التوفيق، ونتمنى يبقى في اختلاف بقى في حصدنا للميداليات. املنا كبير جدا في التايكوندو. سياده المستشار بشكرك جدا، سياده المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو. طيب خلينا دلوقتي نتابع درجات الحراره، يمكن شهدنا اسبوع شويه في تقلبات في انخفاض في درجات الحراره، لكن اعتقد من بدايه امس، وكان الدكتور منار قايل لنا الكلام ده يوم الاربعاء اللي فات، بدايه من امس يوم السبت في استقرار في ارتفاع شويه في درجات الحراره. خلينا نروح نتابع، كان نروح فاصل ونرجع كلام.